فمسؤوليته على قدر ما أعطيه من السلطة، وحتى اللي ما أعطيه السلطة في المواقف الفارقة على الناس أن تتطوع وأن تبادر وأن تتسلح بشيء شيء شرطت من الشجاعة. حضرتك شرطت وقرنت الاستقرار بالتوافق الحقيقي وليس التوافق الإعلامي. آه طبعا طبعا طبعا، هل ترى ذلك قادما أم التمسك أراه كل طرف قادما ببطء ببطء؟ لما يطمئنوا إن التوافق فيه مكاسب للكل، مش هيضحوا بيه، والكل ده نصفه عندي ونصفه عند الآخرين. يعني أنا لو حط نفسي في حزب ليبرالي وشايف التيار الإسلامي، لازم يعرف إن نص الحل عنده ونصه عند الإسلاميين، وأن الحوار في مصر ما فيش فيه حوار، فيه خناق على طول من الجولة الأولى. أقول لك ضربوا، أنا مرة كنت في حديث تلفزيوني ملوش أي علاقة بالسياسة، في تقييم كتاب، مش عايز أقول اسم الكتاب، كنت قريت الكتاب، فقلت له طيب خد لي 3 أيام أقرأ. قريت الكتاب، فواحنا داخلين بقى عشان على الهوا، قال لي ايه هتقول ايه بقى عشان تفحمه؟ قلت له لا لا لا، انا مش هفحمه، يعني قريت الكتاب واقتنعت ب 80% اللي فيه، ولا لازم ما يحلاش العمليه ابتدى فيه الا ما مشكلة. اطلع اشتمه؟ اعتاد الناس على الملاسنه على انها حوار لا دماء، لا على، شوف الخاصه للمشاهد، الحوار تسابق بين طرفين على خدمه قضيه مشتركه، اما الملاسنه فهي معركه حول من هو الفائز. الجمهورية المصرية القادمة جمهورية إسلامية أم لها طبع أصل شوف مختلف؟ إحنا يعني عندنا هواية الشعارات التي لو سألتني عن معناها ما أعرفش، ولو سألته هو ما يعرفش. لا يعني إحنا بنتكلم لا عن نماذج موجودة، هقول لحضرتك، بنتكلم عن المملكة العربية السعودية، بنتكلم عن لا إيران، شوف بنتكلم دي عن كلها هذا ما يطرح، لكل نموذج، بنتكلم عن تركيا وبنتكلم عن ماليزيا. لا بس كل نموذج له مشخصات مختلفة تماما. ماليزيا غير تركيا، ماليزيا غير السعودية. يعني أنا شفت كيف يتصرف حكام ماليزيا، يعني سيبقى النموذج المصري نموذج بالتأكيد سبقاه، مصري. بالتأكيد سبقاه، سيبقى النظام المصري مصري، بس المصري عارف يقول لك معدل بتصرف. بتصرف، والتصرف ده في اتجاه الليبرالية واحترام الحرية واسترداد مكانة مصر. مصر تضيع، والمطلوب الآن استرداد مصر من أول وجديد، لتكون درة في إفريقيا ولها نصيب من المياه المحفوظ، ولتكون درة في العالم العربي تقود ولا تقاد، وتكون درة في العالم الإسلامي تنور وتوضح وترشد، مش تتبع أنصاف العلماء، مش عايز أقول أنصاف الجهلاء، أنصاف العلماء. اضطراب لن يطول إلا واستقرار يترسخ بشرط التوافق الحقيقي وليس الإعلامي. وينبغي أن تكون لك علاقات دبلوماسية من الطراز الأول، لأن الخريطة إحنا لا نشغلها كلها، ده فيها 20 جهاز أنا مخابرات. ابتديت كده أفهم شوية انحيازات انتخابية لحضرتك. والله أنا مش عارف، قول لي عليها، قول لي عليها. لا أنا هقول لك رأي غريب، عدد غير قليل من المرشحين يصلحون لهذه المرحلة. والله بقولها لا مجاملة لها، وأدائهم أفضل أداء طب اعكس شفناه. السؤال، دايما الناس بتسأل هتنتخب مين؟ انا مؤمن بسرية المسألة، وأنا استقريت مصر على عدم انتخابك لأشخاص معينة؟ طبعا خلاص طبعا، يعني هم نفسهم الليستة مش واخدينها جد. اسرت. كان دايما أنا أستعمل كلمة لطه حسين قبل ما يطلع التلفزيون، كان طالع هو أنت كان ميوله كانت وفدية جدا، فطلع قال جملة قصيرة بطريقته المنغمة، النثر المنغم بتاعه، قال لك إيه؟ والفارق بين مصطفى النحاس وخصوم مصطفى النحاس أنه أخذ الدستور جدا وهم أخذوه مزاح. إذا كان ناس منهم مش جادين، واخدين الانتخابات الرئاسية مزاح. يعني مش عايز أقول أسماء، لما واحد خارج المجموعة دي كان برضو فاكر نفسه يصل إلى تأييد جماهيري، فطلع أنه في انتخابات الزور خد 120 صوت ولا 130 صوت. طب إذا كان هو نفسه مش مقتنع بنفسه، طب أنتخبه إزاي بقى؟ يعني ده مفهوم. مثال، لا أريد أن أعرض دكتور لأحد. احمد كمال ابو المجد، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على عفوا أنا الوقت اللي اللي اديتهولنا أشكرك، النهارده والمساحه اللي شغلناها وقتا ومكانا. ولا استغفر الله، يعني أنا بدأت في الأول في قبل كده بقول لك أنا بزعل قوي من الشعر اللي ايوه غناه محمد عبد الوهاب وقال بقي الرقيب ولا عيونه. أنا متهيألي الرقيب الأيام دي راجل طيب وهيسامحنا فيما لا يحب، لأنه نريد به وجه الله والوطن دون أن نسيء إلى أحد.
اتصور ان الرقيب الوحيد الان هو المشاهد على الجانب الاخر. ده رقيب صعب قوي اتصور ده، وده اصعب ما يعجبوش العجل، وده اصعب بكتير. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد كمال والمجد على وجودك معنا النهارده في حال يوم. حاولنا نفهم عن الايام اللي جايه من خلال كيف ينظر لها الدكتور احمد كمال ابو المجد، حاولنا نفهم عما هو قادم بعد ما نقول احنا الكلمه الاساسيه القول الفصل. ممكن اقول لحضراتكم كنا بنتبادل نقاش كده، نقاش الكتروني على التويتر، ويعني لقيتني بقول لبعض الاصدقاء انه كل ساحر نزل الفكمام وخلاص. كل قوة سياسية في مصر، كل من يظن نفسه قوي في مصر افرغ كل ما في اكمامه من حيل. القول الفصل في نهاية الامر وراء ستار لحضرتك وحضرتك، بغض النظر عن المؤهل عن الثقافة، انتم من تحددون القدم. تصبحوا على خير.